احنا في مكاننا في وسط البلد، وسط البلد الانتظارات فيها بتقابل شوية مشاكل عشان تجمع الشباب وكده. احنا جنب من بلد تحديد كمان مشاكل مع الحي اللي هو المفيد بتاعنا عشان مفيش تراخيص. اغلب الدكاترة في وسط البلد ما فيهاش تراخيص، بس طلبونا ان احنا نعمل تراخيص. سعينا بقى حاولنا نعمله بس ما عرفناش، ما قابلناش مساعدة مثلا من الحي او كده ان احنا نطلع تراخيص. بس فزارونا مرة اتنين قالوا لنا ممكن ان احنا نطلع فيها التراخيص. حاولنا زي ما قلنا نعمل ده بس ما عرفناش. قعدنا 7 شهور وفي الاخر لسه من يومين ليه الحي وكده وعايزين نفضل المكان. بص عشان لغايه دلوقتي انتوا ما عملتوش ترخيص وكده، حاولنا نفهمهم ان احنا حاولنا نعمل ترخيص وكده ونفضل بس نحاول نلاقي كده. قال لك لا خلاص عشان لكم فرصه. السلام عليكم يا شباب، ولا في الجو زرع. بس قفلنا فكره مش مكان، فكرة اتقفلت بس الفورمة ما بتموتش زي ما بنقول دايما. هو المكان ده فكرة، فالفكرة هتستمر على فكرة. ما يكمل يعني شوية.